بص يا استاذ ابراهيم، في الاعلام الناس معنيه بحاجتين، الخبر وما وراء الخبر. ايوه خلاص. ايوه كل اللي فات ده مفيش اخبار، يبقى مفيش ما وراء الخبر. مش كده؟ يبقى احنا دلوقتي مقصود ايه؟ الشوشره ووضع الجماهير في حاله توتر وعلى سلك مشدود، سواء في علاقتها مع الاجهزه الفنيه او علاقتها مع النادي ككل. يعني لما ديانج ياخد اجازه ويطلع ويقول لك ده هيري المصبور. فيعمل رساله ويقول لهم انا يعني انت متصور انه حاطط الناس كلها في ايه؟ اللي كتب هذا الخبر وهو يعلم انه غير حقيقي. ايوه. فانت دلوقتي والله انا يعني بس لو الجمهور يساعدنا، جمهور الاهلي تحديدا، لن نلقي بالا الى مثل هذه المانشيتات ولا الاخبار، لان المقصود منها شنكله الاهلي زي ما انت بتقول. يعني اللي انت المقال الرائع اللي هتقراه لنا بتفكرني بيقول لك ايه؟ اسم الاهلي بس ما تشنكلوش. كان في 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 في, في الدوره الاولمبيه واحده اسمها حاجه باد، زيتا باد، ريدا باد، وكانت ميري حاجه، ميري برضو انجليزيه، هي البطلة العالم. فكانوا في الدوره الاولمبيه، ميري دي بتجري وبض دي كعبلت فيها، ميري وقعت، بض كسبت، العالم كله يعني قاعد ينتقد في بض كما لو كانت عيطت وقالت انا ما قصدتش ان انا شنكلها. بس ما كان ممكن ان تفوز عليها لولا انها شنكلت. فهو ده المشهد العام، ده المشهد العام، وده اللي قاله الكابتن خطيب على فكره. انتوا عايزين تشنكلونا ليه؟ ايوه، خليكم في حالكم بافشال الاهلي وعرقلته، افشال الاهلي مش لانك تفرح. زي ما بقول لك كده، حتى في السوق تبص تلاقي اتنين سوبر ماركت ولا اتنين فكهنيه، واحد عمال يكسب والتاني يعني بيحرقوا الاسعار عشان يخسروا سوا. يعني مش ان هو عايز يكسب زيه فيشوف بيعمل ايه ويجود عليه. هم حدش بيجود عليك لانه ما عرفوش يجودوا على الاهلي. وصل ان الفوز على الاهلي بقى بطوله. صحيح.